تميزنا عام بعد عام، وعد وعهد قطعناه على أنفسنا، وفي هذا العام حتى رذاذ الماء في النافورة انضم إلينا ليسرد لكم قصصا يومية مصاحبة بموسيقى جاءت إيقاعاتها من وحي عالمية قريتنا. عندما تخطو أقدامكم بجانب البحيرة المائية في قريتنا العالمية، تذكروا الوقوف والترقب عندها، لأنها ستجوب العالم في مخيلتكم لترسموا صورا تبقى معكم للأبد من خلال عروضها المائية.